بس طبعا في الاول لازم نرحب بالشيف ورده عامر. اهلا بك يا شيف. اهلا يا استاذ سامح، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لنا بقى اكلك الجميل ايه النهارده؟ النهارده عندنا اكله شيك. اه عندنا شركسيه. شركسيه؟ شركسيه. اه طبعا حضرتك عارف الشركسيه اصلها عين الجمل. اه فاحنا بنجيب فراخ فرخه ونسلقها وكوبايتين رز، وبنعمل الرز بشوربه الفراخ. وبنجيب كوبايه عين جمل. هننزل المقادير معاكي وانت بتتكلمي. طيب، عشان يبقى فرخة الساده المشاهدين تعرف المقادير. كوبايتين رز. واحده واحده كده تاني. فرخه. اه وكوبايتين رز وكوبايتين شوربه من بتاعه الفرخه، هنسلق الفرخه. اه ومعانا كوبايه عين جمل، تمن كيلو تقريبا، عشان الاستاذ سامح ما بيحبنيش اقول حاجات كتير. تمن كيلو. اه حاجات اقتصاديه للناس. عشان الناس. تمن كيلو، ومعانا معلقه توم كبيره، ومعلقه كزبره ناشفه، ومعلقتين زبده، ومعلقه سمنه للرز، سمنه بلدي او زبده زي ما تحبوا يعني. دي طريقه الشركسيه. اه دي مقادير الشركسيه. واحدة واحدة. تاني. ايوه المقادير تاني. المقادير فرخه وكوبايه عين جمل وكوبايتين رز، وهناخد كوبايتين من شوربه الفراخ، هنعمل بيهم الرز، رز ابيض بس بشوربه الفراخ. وانا بقى بحط معاها مع الرز وانا بقلبه، بحط معاه نص معلقه حبهان مطحون عشان ياخد بس ريحه الحبهان، الرز بتاع الشركسيه. والفرخه بنسلقها، ومعانا كوبايه عين جمل حوالي 8 كيلو، بنقع عين الجمل في كوبايتين من اللبن، ومعاهم شريحتين توست بيتنقعوا معايا ساعتين او من بالليل زي ما انتوا عايزين، بس لو ساعتين يبقى هننقعه في لبن سخن، وبعدين هنضربه في الخلاط وهيبقى صوص كده. وهعمل بقى بعد كده زي طشة الملوخية بالظبط، وهحطها عليه في الاخر، وهيبقى صوص كده زي ما هو قدام حضرتك كده. وبعدين هنغرف بقى حضرتك. ده الصوص اللي هو بتاع الشركسية. بتاع عين الجمل. اه بتاع الشركسية. اه تمام. اه والفراخ مسلوقة ومقطعة. يا جماعة هي ما بتتحمرش، فراخ الشركسية ما بتتحمرش، هي بتتسلق وتتقطع بس. تمام. عندنا بقى سلطه. سلطه غنيه جدا. متخصصه انت سلطات. ايوه انت بتحب السلطات بتاعت السلطات الجميله. أيوة. بتاعتك. عندنا فاصوليا حمراء وفاصوليا خضراء وبسله وبطاطس متقطعه مكعبات ومسلوقه، بس ما تبقاش مهريه وما تقرش، يعني تخلي بالكم بس وانتم بتسلقوها. وعندنا كزبره خضراء، وعندنا جزر مبشور هنجمل بيه، والصوص بقى زيت زيتون وزيت سمسم وملح وتوم وريحان. وريحان. ايوه بتحب انت بتضيف الريحان. انا بحب الحاجات العطريه على فكره في المطبخ بتاعك، الريحان والبردقوش. والبردقوش صح كده، الريحان والبردقوش والروز ميري. انا عامله الحاجات والروز ميري الهيرو بتاعك. حاطه انا بقى روز ميري على السوتيه. اه قولي لنا الحاجات دي بتدي ريحه حلوه قوي. قولي لنا السوتيه بقى، لان هو بيبقى ليه طرق مختلفه. اه السوتيه بطريقتي انا، يعني الفاصوليا بديها غلوه. هو السوتيه احلى حاجه فيه انه يبقى يعني شويه مقرمش، ما يبقاش مهري. اه بيجرش شويه. اه فبنسلق الفاصوليا ونخلي بالنا ما تتهريش. والجزر نفس الحكايه. الكوسه ما بسلقهاش، الكوسه بشوحها في شويه زيت الزيتون اللي انا هكمل بقى كل الحاجه اللي انا سلقتها دي هحطها عليه. آه عندنا فاصوليا وعندنا جزر وعندنا خرشوف. خرشوف حلو جدا، فانا بحب دايما احطه في السوتيه. كلنا المقادير بتاعت السوتيه كده وانت بتقولي. السوتيه ربع فاصوليا وربع جزر وكيس خرشوف، او لو الخرشوف موجود عندنا شايلينه مخزنينه يبقى هنحط مثلا 5 وحدات ونص كيلو كوسه. وكله بيتقطع زي ما باين قدامكم كده، وبعدين في الاخر بقى باخده في زيت الزيتون ونطقه كده وخلاص، واحط عليه بقى روزميري او بردقوش او ريحان. اي حاجه عطريه. هي في الحلل المخصوصه قوي. اللي هي بتاعت السوتيه دي صح، اللي بتتعمل على البخار، اللي هي على البخار. اه اللي عايز ده اللي هو الاكل الصحي قوي بقى. ده الاكل الصحي قوي. بس زيت الزيتون برضو حلو. طب ما تقول لنا كده الطريقتين تاني، يعني ممكن يتعمل بايه، او يتحط في اللي هي الحله اللي هي فيها مصفى كده تقريبا. ايوه هي بيبقى فيها مصفى. طبعا بنحط الفاصوليا الاول. وبعدين وراها الجزر، وبعد 5 دقائق بقى بنحط الكوسه والخرشوف مع بعض، لان هم بياخدوا نفس السوى تقريبا. لان احنا لو شايلين الخرشوف مخزنينه فبنبقى سلقينه طبيعي قبل ما نشيله، ما بيتشالش كده. وما بياخدش سوى.
اللي عايز يحط بطاطس يحط، يعني دي بتبقى اختياري، في ناس ما بتحبش تحط في البطاطس. بقى بيحطوا بقى اللي هو المجموعه بتاعت الخضار السوتيه ديت على الشبكه، ويحطوا ميه في الحله ويغطوها بحيث انها تستوي منها انها في تاخد نفسها على البخار. بالبخار. ويا جماعه ولو ما عندكوش واظن دي من الحله اجراءات دي، السلامه اللي احنا هنتكلم فيها، بس دي ايوه سلامه المطبخ وسلامه الصحه بقى. وده برضو كويس لانه معمول بزيت زيتون، هو مش يعني زيت الزيتون صح. مش معمول بحاجه، زيت طيب الزيتون صحي في جدا. ايه تاني معانا؟ بس والشركسيه والسلطه. السلطه، ايه السلطه بقى؟ السلطه فاصوليا حمراء ما انا قلت عليها تاني وبسله مسلوقه وفاصوليا خضراء برضو مسلوقه وكزبره وبطاطس متقطعه مكعبات ومسلوقه، وزي ما قلت تخلي بالكوا لا تتهري ولا تبقى نيه، تبقى شويه بتقرش. وعندنا جزر للتجميل، وعندنا الصوص بقى اللي انا قلت عليه، زيت زيتون وتوم وريحان وملح وزيت السمسم. تمام. طيب احنا ان شاء الله كده يبقى اكل شهي ان شاء الله وصحي ومفيد، باذن الله. وطبعا معانا المعلومات والقيم الغذائيه اللي احنا دايما بنقولها في مطبخ سامح في البيت اللي احنا متميزين بيه. الشركسيه، اصل كلمه شركسيه هي من الماكولات المصريه والتركيه. اصل كلمه شركسيه مشتق من اسم الشرقس، وهم من سكان شمال القوقاز والشيشان. عين الجمل بقى، عين الجمل ليه فوائد كتيرة قوي. أول ما نذكر عين الجمل بيقول لك ده عامل مؤثر في نسب الذكاء بالذات بالنسبة للأطفال، فبينصحوا الأطفال اللي هم بياكلوا عين جمل كتير. فوائده: بيحافظ على صحة الدماغ، ويقي من الإصابة بالزهايمر، ويعزز الجهاز المناعي في الجسم، ويظبط نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، ويخلص البشرة من البقع الداكنة. ده عين الجمل. وبيحتد من احتمالية الإصابة بمرض الأنيميا، يعني بيساعد اللي هو إن البني آدم أعوذ بالله يعني بعد الشر على الجميع اللي هو عنده أنيميا، ده بيقلل نسبة الإصابة بالأنيميا بسبب احتوائه على عنصر الحديد بكثرة، وبيعالج اضطرابات النوم، ويمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم. كل دي فوائد عين الجمل. الحباية الصغيرة دي ليها فوائد عظيمة وكبيرة جدا. فوائد الفاصوليا بقى، الفاصوليا ليها فوائد كل الناس بتاكلها بس ممكن يكونوا مش عارفين فوائدها. بتساعد على تنظيم التوازن بتاع السوائل في الجسم، وتمنح الجسم الطاقة اللازمة له، وتقلل من الشعور بالتعب والإرهاق، وتساعد على تقوية العضلات والمفاصل والأربطة، وبتعمل على تنظيم عملية التنفس وتحسين عملية نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. دي الفاصوليا. وبتعتبر مصدر هام وصحي من البروتين، وتعمل على تحسين وظائف الكلى. احنا كده قلنا النهاردة الفوائد الجميلة، اصل معنى كلمة شركسية وفوائد عين الجمل والفاصوليا. سعداء بيك، ويا رب دايما التوفيق ليك يا رب دايما. ونروح بقى ننتقل لمطبخنا وسفرتنا مع الشيف وردة. يا قبطان اتفضل. اتفضل يا محمد. شرفنا، انت اول مره قول لنا يا شيفنا يا جميل. الشركسيه اتفضل. الشركسيه، الله الله الله. الرز والحاجات الحلوه، الرز وعين الجمل والفراخ وصوص عين الجمل اللي احنا قلنا عليه. تمام، ادي الشركسيه. لازم الصوص جميل. هو طبعا الفراخ دايما بتتعمل في الشركسيه مسلوقه بس، مسلوقه بس ومخليه كده عشان طبعا تبقى هي التست كله في عين الجمل. والفكره في عين الجمل مع الرز الابيض الحلو بتاعك ده اللي معمول بشوربه الفراخ اللي سلقناه. شوربه الفراخ دي كله طعم يعني. الخضار السوتيه كمان شكله تحفه. يعني احنا قلنا نعمل ايه جنب الشركسيه بقى، يعني اللي عايزين حاجه خضار. خضار خضار. تسلم يا حبيبي. لا بس ما شاء الله الخضار كمان السوتيه شكله تحفه. تسلم. والسلطه اتفضل يا استاذ محمد. يعني ده دي تعتبر وجبه مغذيه وصحيه ومفيده. ما هياش بقى ايه تتخن ولا تعمل حاجات يعني، هي كلها انا شايف خضار كله وانا طبعا بستعمل زيت الزيتون. خصوصا بقى الفاصوليا اللي قال عليها مستر سامح. الفاصوليا بقى وجمالها والفوائد بتاعتها الحلوه بتاعت المفاصل والعضلات خلصت خلاص قعدتنا الحلوة، وعلى راسنا اللي حضرها، وفي نفس التوقيت مع سامح في البيت، مع سامح في البيت يا رب.